تمشي حبيبي والله. زين يقول يا بنت انا للشمس عدد مخرج 15 صح. سياف سياف يا سياف عبود اخوي ما عاد اللي يدعينا. المهم زين نرجع للثلاثين عام مرة. زين السلام عليكم. انا ودي اقول قصيده. قولها. بس خلنا نجيب دفتر اجيك دقيقه بس احس اني ودي اقولها. وحيد وجالس لحالي وحيد وجالس لحالي. احسبني انا عز الله انها جات يا عين ما تفارق حبايبها هل الفراق وتنتهي اجمل اللحظات دا ذكرى يا عاني علي الحرام. انا تعال هنا جينا لا تكفى تعال هنا اشكو يا رجل ما دامك لزمت ما كان ودي الله يهديك والله والله تقعد على كبدي يا اخي عزيز على قلبي دقيقه قبل تقراها انت كتبتها؟ لا والله هذه قصيده للامير بدر عبد المحسن يقول فيها الله جماعة احبها خلينا نشرب قهوه عشان اروق بس ايش الشعر بس يدنا طويله يا رجل يقول شو القصيده الطويله دور ادري اني قولك بتقول ذي كلها اسكت اسلم معانا ترى معانا على البث 5 ساعات يا لا صدق قاعد يعني يا بنت لا عرفتها اسكت يلا خلينا نسمع يقول يا بنت يقول يا بنت انا للشمس الله يلبسك صفر الله الله يا بنت انا للشمس في جلدي حروق الله وعلى سموم القيض تزهر حياتي الله اطرد سراب اللال في مرتع النوك ومنظمه يجرح لساني لهاتي عاري جسد والليل هتان وبروك سلام دفاينا والبرد سمل العباتي ان عذربوني بعض خلانك صدوق يا بنت انا عشق الخلاء من صفاتي انا بدوي كفو انا بدويا انا بدوي ثوبي على المتن مشقوق ونعم ومثل الجبال السمر صبري ثباتي ومثل النخيل انا خلقت هامتي فوق الله ما اعتدت انا انحني قامتي الا في صلاتي ويقول الشاعر دقيقه طيب بس كذا وليفتخر بفعال يمناه مخلوق يا بنت انا فعلي شهودها اداتي الله خلقني وكلمه الحق بوفوق ملكت الارض وراس مالي عصاتي اللي كسرها بهاج ونواف شرب العوض طيب اسمع عقبي انا العصا راز علينا برا من هنا يا الربع جيبوا لي عصا بس اجلس والله كنك عصا لابس رصاصي ومسك بيضه ومسك بيضه والله كنك عصا يقول ابو مدعث الله يا كثر العنا والامنيات امنيات هذه حبيبتي لي يقول الله يا كثر العنا والامنيات حبيبتي لي زمان ما جيت يا سلام اسمع اغانيها اظل الذكريات وتمطر دموع العين لو رديتها وريحه عطر تودع هواجيس يا مني بطني صدر شيب قلبي كل ما شميتها تصدقون الله يرزقني الثبات الله يرزقني الثبات احسد جميع اغراضها في بيتها في بيتها هي ترفت ما هي مثل باقي البنات كل القصايد لاجلها سويتها بنت الرجال اللي لهم وزنو ثبات فعولهم بالمجد ضايع صيتها حلوه ومن زود الغنج زادت حالات في ذمتي لو توكل كليتها لا روقت يصير للحظة طرات ولي زعلت الله يخرب بيتها أذكر توصيني اللي أجاهل ممات ما أحب وحدة كثر ما حبيتها الله أذكر عليت أذكر توصيني اللي أجاهل ممات ما أحب عبد الله ما حبيتها إن كان ربي ما جمعنا في الحياة يا ليتها في الآخرة يا ليتها في أحد يقصد يا قليل أدب يا عبس يا بلوتو احترم احترم طيب اسمع يقول اسمع يعطيك العافيه وكل شيء صدى اصلا دي منيف جاب لي صدى الو اسمع والله غير سؤال يقول
انت بصدري عن الهمنات والسيبة يا غاية الوايلي في سطوة عقاله يا فراح اليا جات له وقفات ومصيبة ارداهم اللي يفك الذود بالحالة انت بصدري عن الهملات والسيبة يا غاية الوايلي في سطوة عقالة يا فراح يا جات له وقفات ومصيبة ارداهم اللي يفك الذود بالحالة لا يخاف قلبش من الفرقه ويهتمي ما دامني يامي وقلبش مع اليامي اسلومي يا من هلا ردابني عيني من خالف اسلومنا يهلك ويماي بس عشانك مصيبه بن قدلان يقول الله يجعله في الجنه يا ولد احبه وكانت امنيه من امنيات اني اواجهه الملك تقول مصيبه لا تردد قيمتك في عين من قيمت قيمت تشوفها في السماء وهو تشوفها يشوفك في السهل وانت السلام يشوفك في السهل وانت تشوفها في السماء مسامي ما ادري وش ابي لك اختام السالفه خذ طيب الاجله كلمت ودمت كلمت ودمت هذا حقك علي وحق حقواتي على اوهامي مصير الوقت يشرح لك ظروفها لو اخذت نمت نمت يصحيك الزمان اللي يصحي كله نامي بتعرفني لمن اخافت اوهامك بالموحش عرفت الفرق بيحب الخشوع يحب الاقدام الله يجزاك خليني اقول لك موضوع يا عيال هذا واحد هذه قصه بسيطه ابو مدري اسفك ابو خالد يقول لك في ملك توفى كان عنده ابنين وتنازعوا على الملك العيال الاثنين ذولي الله الله واحد غلب واحد غلب الثاني واخذ الملك الولد الثاني خاف وطلع ومعه ثلاثه من اخوياه مع واحد من اخوياه فلاح ومع واحد من اخوياه ولد تاجر ومع واحد من اخوياه وسي وطلعوا ولد الملك هذا طول الطريق يقول لهم ويسولف عنهم عن القضاء الرضا بالاقدار انه يا جماعه ترى اللي صار قضاء وقدر وان والله بيرزقنا ان شاء الله كانوا جالسين زي ما تقول زي الغار او الكهف قال لهم ان شاء الله ان الله بيرزقنا يعني فقال ابن التاجر قال الرزق ما يجينا بهذه الطريقه الرزق لازم عقل وذكاء فقال ابن الفلاح الرزق ما يجي الا بالجهد والشغل وقال الولد الوسيم الرزق بيجي للشخص الوسيم بجماله بيقدر يجيب الرزق يعني قال ولد الملك اجل نخلي لنا يوم كل يوم ينزل واحد ونشوف إذا يقدر يجيب لقمة عيش يعني ناكل منها نزل أول مرة مين؟ ولد الفلاح وراح سأل حول القرى حول المكان اللي هم فيه سأل وين ممكن أشتغل أنا قالوا له رح في غابة احطب منها وتعالوا باع الحطب حلو راحوا فعلا حطب ورجعوا باع بدينار أتوقع وقتها ورجع قال حطبت وجب دينار اليوم الثاني نزل ولد التاجر ولقى ناس ما معه فلوس ما معه شيء لقى المينا قاعد ينزلون غراء والتجار يسولفون بينهم من بعض يبون يخفسون بسعر الاغراض. فجاء للتاجر قال له انا باخذها منك دبل. قالوا بس هذا بيشتريها فعلا دبل. جو قالوا خلاص احنا بناخذها منك والى الان ما شراها اصلا. قال لهم خلاص اشتروها باعلى. باعها ب 1000 دينار. رجع قال نزلت ليله واحده جبت 1000 دينار. نزل تعال ابو محمد. نزل الولد الوسيم وقرب من قريه. ومسح يدخل القريه ويقول لهم ان انا ما عندي صنعه يعني ما اعرف اشتغل انا بس وسيم بس ما اعرف اسوي ولا شيء اللي هو ولد التاجر لا الوسيم هذا ولد التاجر رجع ب 1000 دينار رجع ب 1000 دينار حلو انا حبيب ابو عبد الله الحق السالفه يا ابو عبد الله تقطعها طيب لا تقطعها والله بدي اختاركم كلكم سلطوا علي شخصي والصبح اليوم اسولف انا وسعد قبل البث الشهري قال بيجيك 48 ساعه لتربه وخذ معك واحد للديره قلت والله ما ادري من اخذ قال اختارني والله الاخوي كتربه لا معك يومين ايه فيوم جاتني اليوم وشفت اوت سايد والعيال وعليه خصم قوي سعد يستاهل اي والله لا تبرر يا عبد الله والله انا والله اني والله سعد اختار اللي تابع فانا استاذنكم سعد بحاول اني اطلع سلطان معليش معليش اللي تختاره موقع فيك كانك انت تبشر بالرضا يا ولد من الف بكبدك والله اني امزح والله اني ما عندنا شك ما عندنا شك فيك ابشر بسعاده ابشر بس يا ولد ابشر بسعاده يا ولد وابشروا بي انتم ثم ابشروا ثم عيني يا سهوم المنايا نوم عيني نوم عيني يا سهوم
مات على طول. الجمهور من كل القبائل والعوائل. مثلت الاخر تمثيل يا ابو عبد الله. يبلغ يبلغ. اخذ علوم جمهوركم. طيب. اي حلو. ريان. سياف سياف. وادي ترج وادي ترج. اسمع. اسمع. طيب خلنا نرجع السالفة. فنزل اخر شيء ولد التاجر مثل ما قلت لك وسوى صفقة بسيطة بذكائه. ورجع بألف دينار. باقي الولد الوسيم نزل آخر شيء اليوم الله يسعدك مرة شكرا. الله يسعدك. نزل يا ريان أصبر خلنا نقطع السالفة ونرجع الولد الوسيم. أيوة أنا قاعد أقول لك. الله يغفر ذنبك. أنت أقبح واحد من المنتج. نزل الولد الوسيم. فالولد الوسيم استحى أن يدخل القرية لأن ما عنده صنعة ما يعرف يسوي شيء. بس اللهم أنه وسيم. المهم قاعد يفكر نام الرجال وين؟ عند القرية قبل القرية نام. فمر تاجر وشاف الولد وسيم وكشخ الولد قال هذا شكله من علية القوم. عطاه 500 دينار. عطاه 500 من العيب ان الواحد يسولف وواحد يضحك. عطاه 500 دينار. من حقك اسلم. ايش رايك؟ من حقك اسلم. ايش رايك؟ انا طراقي نحط لك سالفه بس انا قلت ما ادري اشرب شوي شوف الشرب. عارف اسلم يا بس احنا معك. المهم فليه الله الولد الوسيم نزل اخر شيء مثل ما قلنا ولقاه واحد نايم طبعا هو مستعد في القريه فقال هذا شكله من عيلة القوم الولد كشخه ولابس اعطاه 500 دينار رجع الرجال قال انا رجعت بجمالي 500 دينار بدون ما اسوي ولا شيء بس عشان الرجال وسيم نزل الملك ولد الملك الحين هو ولد ملك ما يقدر يشتغل يعني ماخوذه منه الملك فنزل دخل القريه اول ما دخل القريه شاف لبسه واحد من القريه قال هذا شكله جاسوس لبسه لبس ملوك قال شكله جاسوس اطرده في نفس ذا اليوم مات الملك حق هذه القرية فقاموا يشيلون الملك وهو راح ورجع مرة ثانية وشافه عند البوابة أخذ هذا الحارس وسجنه فكلهم انسجن ولد الملك الحين وهو مسجون ولد الملك يلا وهو مسجون ولد الملك جاه الحارس طبعا مجتمعين الوزراء الآن ولد الملك اللي توفى ما عنده عيال فمجتمعين الوزراء جاهم هذا الحارس قال أنا مسكت جاسوس قالوا جبه يوم قابلوه الوزراء الا ولد هذا مو جاسوس هذا ولد ملك هذا ملك عرفوه اسالوه قالوا انت من؟ قال انا ولد الملك فلان ويوم مات ابوي اخوي اخذ الحكم وطردني يوم شافوه رزين قالوا اجل امسك الملك في القريه اللي مات فيها في القريه اللي مات فيها الملك وصار هو الملك وجاب اخوياه جاب الفلاح ومسكه على حقين الزراعه والاشياء هذه وجاب التاجر ومسكه التجارة في القرية وجاب الوسيم ومسك الحلوي وجاء وقال للوسيم اطرده عشان ما تفتن فيه النساء طرد الوسيم فنرجع لزبدة الموضوع انه الرزق لانهم كانوا ولد الملك يوم انطردوا من القرية كان يقول لهم الرزق بيد الله فارضوا بالاقدار التاجر ولد التاجر قال الرزق ما يجي الا بالعقل والذكاء الوسيم قال الرزق ما يجي الا بالجمال والفلاح قال الرزق ما يجي الا بالجهد وكلهم اشتغلوا وفي النهاية جاء ذا وصار ملك عليهم لانه كان راضي بالاقدار وخلصنا طيب عندي سؤال اسلم انا الحين لو اني وسيم يعني بتردوني ليش تردوني؟ لو انت مستحيل تصير وسيم لا مستحيل تردوني والله ما حطك والله اني وسيم صاحب مدرسه والله ما انت فيك سر في الوسامه يعني الله يغفر لك طيب خلنا نكمل طيب انا خلنا نكمل انا دائما بتشرف في النهايه يا سلام فيك سر من الوسامة اسرع ثامر تدرون العيال ما لاحظتوا اسمع اسمع ريال هذا مو بحبة لحية ذي غصب هذا غصب اكذب ثامر ما تلاحظون اني صاير انام كثير يلا بالمفتاح يا مرحبا ياو يوك
ولا امها. بسم الله. يا عيول سعد وبهوج ضايقين، تعالوا 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 للبث. بسم الله توكلنا على الله. ارحبوا 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 اكفوك الطيب. ارحبوا 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 الله حيهم. مرحبا مرحبا. يو يقعد على الجوال تبقوا. اي انا باخذ ريوس. شوف تبهذلني في البث علمني. يا مرحبا ترى بحزلي بحزلي. يلا دقيقة 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 دقيقة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسمع لعب الشهر الوقت حسب محمد عيسى فينه. تكوى يا ابو عيسى تكتك تكوى. وبعدين اعطونا شو اسمه شو اسم الدعم اسد العيون ابو عيسى. اي والله اول شيء الله يحييكم ويصبحكم بالخير. وش وش صار؟ حق وجهي. انت تاخذ ايش نبي؟ اسمع اول شيء بيض الله وجيهكم اشكركم كل من دعم ووقف معي في الحصانه وقبلها وعقبها لو بالكلمه الطيبه. بيض الله وجيهكم سهلو. والله يجملني على رد جميلكم اللي والله لموت ما نسيته. والله سهلو. العظيم انكم وقفتوا وقفه مستحيل انساها. وذاخركم وذاخركم للمواقف للايام اللي قدام. ذاخركم باذن الله ما تنام عينه. وجعلني ان شاء الله قد الهقوه. ومرحبا يا ابو علي ومرحبا يا ابو محمد ومرحبا تستاهلون الطيب. بارك الله. دقيقه ارسلوا لي البوديجارد حق ناصر حربي للبارح. سعد سعد خلاص هذا وقت من ذهب. تكفى يا سعد مو 28 دقيقه شوي بعد فجر. اسمع اطلب طلب قلم ايش بتسوي؟ طلبه واحده بس خط كذا تسمع بال بس سعد. لا سعد تكفى دقيقه يا محمد عيسى اذا تسمعني اسحبوا سعد من البث. مرحبا ترحب المطر. خلنا نقرا تعليقاتكم. سلطان لبيه بهاد سعد سالون لا ابشروا بالسعد وابشروا بالعلوم الزينه كلها. كفوكم الطيب ما عليكم زود. الحمد لله توفيق الله شكرا لكم. اول شيء كم معنا في البث؟ كم معنا واحد؟ ما ادري كم. شوف 5000 والله. ايوه والله. ايش ايوه امانه اقطع شكلكم سلطان. اكتبوا اكتبوا اسئله لبهاد وسعد خلوني اسالهم سرعة. قول سعد عطنا حل. قول سعد عطنا حل. سعد عطنا حل. انا فايز بهات فايز هذا ونعم. قول عطنا حل. لا 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 تربيع لا تطلع على البث. تربع لا تربع والله. اي والله تكسر رقابنا يا سعد. بس دقيقة 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 سعد انت الله يعين بابا. الحين كيف تنظرون طيب؟ كيف نقرا؟ يسمع يا سعد اسمعوا الله يعينك. امحق وجيه تكفي ولا تقطع البث منا. امحق وجيه صدق صبر راح 3 دقائق. صبر المتابع كم راح دقيقة كم البث؟ 3 دقائق راح. كم في البث؟ اسمع اذا جاء قس تراني ما اعرف التيك توك ارفضه من عندك. ماخذه ماخذه اللي ابغى قس اطلب الشباب. يا الناس وش اخبار العالم الخارجي؟ وش العلوم برا؟ وش علوم الديار؟ وش علوم المطر؟ شوف البث كم فيه؟ اخو محمد كم؟ 9000 انا ما مسجل هذا. دقيقه انتم القوه. والله صدق 500 الوقت لا يروح. كم 9000 مرحبا ترحب المطر ارحبوا. والله يما رجعت لك ذاك. دقيقه في رقم تخش جديد. كم 10000 10000 ودله وقهوه. تستاهل الشيخ شكلك يا سلطان يا قوي. 10200 انتم القوه انتم. لا لا مو وقتك. 26 دقيقة أكثر من ذهب. يا ربي الخنز اللي صدق سلطان أظهره كله. اسمعوا وش تبون من علوم؟ وش قصرنا فيه؟ وش نصايحكم؟ وكيف الأيام اللي راحت سواء لي ولا لأخوياي؟ وش الأمور؟ أعطونا الجديد. أشكر الداعمين. نوم عيني يا سلمى. أشكر الداعمين بيض الله وجيهكم واحد واحد وما عليكم زود في كل مدحكم. شو يقول؟ أرحب هذا وش يعني؟ هذا شو اسمه الكرتون القديم ذاك؟ المصباح السحري. نبي قصة صبشر اليوم فقرة بعد الفجر بعد صلاة الفجر على طول. عندي قصة وعند أبو محمد لعبة فعالية بإذن اللي ما تنام عينه حصرية إن شاء الله. وسعد علي بيرقد. سعد علي بيرقد الحمد لله أنه بيرقد. اسمع نبغى سوالف تحت ما شاء الله 11 طيب. سوالف سوالف تحت البث البارح سعد الشهري أخذ القلم وأنا راقد وشخمط على فنيلتي وملابسي صحيت من النوم. صحيت من النوم لقيت يشخمط
واختبرت هو راقد ولا لا وطلع فعلا راقد والله ما سويت شيء. كم؟ 11600. طيب خلاص لا عد رقم الارقام. فابشركم سحبنا جمهور القناه كله. اوعدكم 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 هاي ومرحبا بالجمهور كله. اوعدكم اني لوريكم الفنايل اللي شخبط عليها واوعدكم اني اردها. سلطان فخرنا ما عليكم زود. العاب وتحديات ابشروا. سعد شد حيلك ضهاج. حافظ على الحضور حافظ على الصلاه. سلطان معك من يوك والله ما اشوف. اول شيء نوعدكم ان شاء الله بايام افضل. انقصرنا في الايام اللي راحت فهو والله احنا من انفسنا لكن ابشركم ان كل يوم عن يوم حتى نفسيه تغير. كم وصلنا في البث؟ 12. ارح بي القوه ارح بي القوه يا حلال. هذه باب تسكر علينا بعدين بتحز. محمد عيسى قفل. محمد عيسى الحقوني قفلوا تحت الباب والله ما راحت دقائق. قم يا رجال حطوا على الباب شطرطوا تكفوا يا من بث لين الصبح. لا عندي وقت اكبر بطل. بنصلي هنا نقول كلمه بعد الصلاه. لا غترت كعانة. الشهراني عنده بث. طبعا اللي يقولون قست شرط من الاداره اني ما ادخل مع اي شخص قست نهائيا مهما كان. وابشروا ان شاء الله شوي باخذ بكم فرع المنتجع. دقيقه ايش يقولون؟ شو اعطونا الجديد وش صار في الارض ذي والحياه اللي ما قست يطلب الربع 13000. يا الربع ضفوه تكفون. احمد يستاهل. تكفون ضفوه. هذه حساباتي الرسميه موحده ضفوه تكفون. عنوها اس يو ال شرطه 1 بي. استمروا للنهايه باذن الله. الله يكتب لي فيها الخير. لا تشدون حيلكم. انتم الاول زعلانين. كيف المنتجع؟ المنتجع طيب جدا. سلطان امس ترند. جمهورك من ليبيا مرحبا يا اهل ليبيا. ترحيب المطر. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. يجعلني ما خلا منكم. انتم مكسب مكسب. اعذروني قصر باقي 23 دقيقه في ذمتك. اي رب المصحف. سعود الجوزه مرحبا يا ابو جابر. ارحب يا ابو جابر. مطار الجنوب الديله. طيب ذكرني ايش وقت تستاهل. بيض الله وجيكم الداعمين. بيض الله وجي عيال. امون على بثك صح؟ اي تمون. بيض الله وجيكم. لا لا تمون علي بثي. لا ايش يقولون؟ ايش يقولون؟ ابو ظهير بسالكم اسئله. بسالكم بسالكم اسئله. سلطان الله يحبكم. ايش بدك تستاهل يا سلطان؟ تستاهل ونطيب. سؤال مواقف بها اعلم مواقف. لا اسطر. الله سترني تكفى. طيب اسمع لكل واحد سؤال بيجاوب عليه. يلا اكتبوا اسئله. كرسي اعتراض. لكل واحد سؤال اكتب. سعد كذا كذا بهاد كذا كذا بس تعرضها بشكل سريع. هذه وش هي بطة؟ بطت انا بطت بطتكم. وبطتكم وبطتكم. الله 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 الله. شكرا جمهور القناة. أنتم بعد مكسب والله العظيم. بعد الله أنتم اللي ضفتوا لنا هنا والله. أنا أقول صار هنا قناة. لا 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 تقبل قسط يا عيال. تراني موقع على شرط جزائي قوي إني ما أقبل قسط من قطر. مرحبا يا أهل قطر والخليج والجمهور العربي كله. والله إني أفتخر فيكم والله. وإن شاء الله إن كل ناس لهم زيارة في دولتهم بإذن الله. تربة حي تربة. ايش يقول على القوه الامارات؟ مرحبا مرحبا يا اهل الامارات. انتم 25 وش ترى ما حد دخلت 14000. اي الحمد لله. ايش يقول الشعور بها؟ ايش قبل البرنامج المشرهيب ان ترند يستاهل. من الجزائر مرحبا يا الجزائر. اسامه اخوي يدعم. اسامه البل وش علومها. البل راح انت ما اخذت الحصره اليوم من البل. ما راح مع جذابه. اسمع بعد جذابه اسامه انا يدعم. اسامه انت بايع. أسامة أنت شبايع إبلي تطعمونها مع إبلكم ولا لا؟ شوف أبوي الله يخلي لي هو أسامة. اسمع إيه اسمع علمك شيء. لا جت ناقتي تأكل مع إبلهم يردونها. ليه؟ ما أدري. ناقتك راحت فقست. ما عاد معك ناقة بالحين. عبد الله الشهراني. لا بس ما تقول. لا لا ممنوع. يلا يجي وقعنا. هو وينه؟ ما أدري. كيف يبدأ عبد الله الشهراني؟ لا ممنوع. يا الربع. خذ جواله. يا عيال والله لا ما خذه. يا عيال جمهور ضاحي وسبعين نعم. ونعم. يا عيال اطرد اطرد يا عيال. 16000 ترى علينا منع قوي من القسط فلا تحتجونا. حط ايقاف تشغيل. ايوه ايقاف رفض. يلا انتهى. مو تحرى عبد الشراني. خلنا نشوف شوي اسئله. يا تكتك بيقفل بعد 8 ايام. امحك حياه يوم اشتهرنا. تكفون يا عيال. الحظ ايه اشكرهم. بثك 17000. اشكركم. 17000 واحد يعني يا ناس ادعي لهم والله اني اتصدق عنهم. ما ادري ايش اسوي. كيف اجازيك؟ ولا احبكم. كيف اجازيك؟ ولا احبكم. والله احبكم جدا واحب سعد. اليوم ان شاء الله عندنا فقره قصه بعد الفجر ولعبه عند بهاد تاريخيه صباح السبت. اسمه كل اسبوع قصه. جيب لكم قصه. تابعوا حساب سلطان يا اخوان. تابعوني طق طق. اعطوني فلو وانشروا. ما يجيب خاطرك طق طق. تابع حسابات العيال. سعد ربي جمهور قوي يستاهل. يستاهل. ما
مبروك بهاج، مبروك الرجوع بهاج جمهورك اللي دقيقه بهاج ذا يسحب شماغي تفهم معه بهاج منو ذا يسحب شماغي منو بوجهك اسمع تحاوش وانا بسولف اي تا وقعد بهاج اخوي العالم خلص اخوي يونو ارحمه نوم عيني يا سلام من انا يا نوم عيني نوم عيني شش راس ازواج شش اسحب عليهم اخوي انا اسحب عليهم اسحب عليهم دقيقه اسمعوا ايش يقولون يا عيال اقروا الاسئله بسال كل واحد سؤال بهاج امانه مقالب امانه سوي مقلب بهاج اسمع لا لا تسوي مقلب سوي مقلب بهاج يقولون حالكم شوي عشان يدخل 20,000 بهاج قالوا لي شيء ترى يقولون ان انت تكمل مشوارك مقلب من زياد شهري لا ان شاء الله والله اني صدت والله قال كومنت انا ولا الاداره لا كومنت لا لا كذا يقول زياد يقول والله لا مقلب بهاج لا سلامات ما يسويها 19900 20 20 20 عيب العين عيب العين اسمعوا بسأل سؤال لسعد هلا اصعب موقف جاء عليك من يوم دخلت البرنامج يوم كبت الشاي على بهاج ولا ما اعرف لو اسأل بهاج اصعب موقف نفس الموقف صح اتوقع انك لا احزن موقف مر عليك من يوم دخلت البرنامج اللي حزنت فلا انت بكف وتستنقص ولا انت اللي تخوفنا خلها برا لا تخلينا نجيب العيد ترى الاوتسايد بكره تحزبني انا ماني بعدنا مع ارهب مره ساعتي في الغربه حرب مع انا احبك عزك يا رليك ما احبك وعزك وانت شايف احتاج لك لو كنت زعلان مني انا احس انت مرض قلبي وانت علاجك فيك الحواس الخمس بس يشعر انك على مستوى الوطن العربي جمهور بهاج من قطر ونعم ابو محمد يا ناس القناه هذه قناه عظيمه جمهورنا من كل البلاد من كل بلد ولد احنا اليوم نجوم محبينك من الكويت مرحبا من قطر مرحبا ترحيب المطر كل في ناس بعد عيونهم بث مباشر وانا يا الله 20,000 اي بالله بهاج قلت قهاره ها عينت قهاره اي عينت ونعم 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 جمهوركم فلسطين مرحبا ترحيب المطر يا مرحبا اشكر الداعمين اشكركم للامانه تستاهل يا الربع تبغى ناخذ وليد الحيح ونعم تبغى ناخذ بكم لفه في المنتجع ونعم مبروك ال 20,000 الله يبارك في ايامكم ضيفوا الحساب وضيفوني في الحسابات هنا ودعموا الحسابات تقول تقول يهجموني السناب الاصفر والازرق الطير انسان ما قد سويت مقلب قوي خلاص لا تسوي اجلد حسابك لا تكفى يا سعد يبغاني اجلده بقرا ساعه باقي 17 دقيقه طيب اسمعوا نعرض له شكلي بطفي بدخل السناب نعرض معرضه والله نعرض معرضه يلا دقيقه خلينا ترى بقول لا لا سلطان جمهوركم من افغانستان يا مرحبا سلطان سولف سولف بسرعه طلع الجوال برا دخلت في التيك توك كم 8 ونعم ناخذهم لفه برا 6 دقائق سولف و10 دقائق طلع بها برا ايوه سولف يلا يلا مع الناس طيب 6 دقائق هنا ايوه 10 اشكرهم سولف علمهم استعجل اعلمكم 20,600 معك ونعم تشد حيلك يا سعد احنا معك باذن الله طبعا يا الربع للامانه احنا حتى اذا دخلنا والله العظيم في حياه بهاج قد قال كلمه يقول ودي في كاميرات داخل الغرف والله احنا نتكلم صدق ايوه عشان تشوفوا المزح والضحك نفس الريالتي اللي شغال هناك هنا ان شاء الله تبارك الله طبعا للامانه انه تجربه جديده برامج الواقع علينا كلنا وحلوه لكن جميله جدا رغم انك تبتعد عن اهلك وعن الجوال لكن فيها لذه وفيها شد عزوم بين اخوه رجال ومعرفه وفيها احتكاك اعلامي قوي والله انه يضيف لنا شيء كبير طبعا اليوم اللي يقول قصه اليوم عقب الفجر ان شاء الله عندي فقره كل اسبوع قصه فيها قصه مده 8 دقائق ونعم وفي بعدها فقره عند بهاج اليوم عندنا قصه ان شاء الله طبعا انا بخرب فقره بهاج اللي برقد بخربها لا لا ماك راد سلطان شد حيلك 3000 الباقي على خشمي اجيبها ان شاء الله باذن الله ما تنام عينه
الله يبيض وجيهكم ما انسى موقفكم. صح اني تمنيت 48 ساعه ابطل على تربه عبد الله. دقيقه اسلم. اول شيء الله يبيض وجه ابو عبد الله يستاهل ووجه سعد وجه مختاروني معهم الله يبيض وجه كل من دعمني يجمل حاله. يمكن بعض الاحيان لا جاني نقاط منكم ولا شيء. اول شيء الحصانه تذكرون هذيك ما قدرت اني اشكركم لان اخواني وراي ما قدرت اني افرح بنفسي واخواني وراي. ثاني حاجه لا جاء اشكر الجمهور انا رجال استحي ما شاء الله تبارك الله تبارك الله استحي لا عينت الكاميرا قالوا اشكر يجيني ما اعرف يعني ولا والله انكم مالكني بجميل ما انسى. تستاهل تستاهل الطيب. ولا تنسون البطل والاسطوره وافضل يعني ونعم في اخويا كل ابوهم ما يستغني عن دعمكم خالد تميم الدوسري. يستاهل والله يستاهل. ورب المصحف يا اخواني اقولها وانا صادق خالد تميم اكثر شخص والله العظيم انه من الناس اللي اتمنى تشوفونه تحت البث. يستاهل والعيال يشهدون على كلامه. والله خالد تميم شخصيته حتى تذكروا كلام بهاجنا خالد تميم خالد تميم خالد تميم والايام بيننا باذن الله. وجهك ابو عبد الله الله يبيض وجهك يا ابو محمد يعطيكم الف عافيه. كم بقرب ساعه انا باخذ دي بس خليني اقول مكلمتك. ها قول ابس يا ابو. اول شيء بيض الله وجهك وتستاهل في ذمتي يوم تاخذ الجوال وتاخذ الحصاك اللي ماخذينه انا ولا بهاج. ايش دنك تستاهل الزبده. بيض الله وجهكم وتكفر بالا جت ساعه ثنتين الحين سكب ثلاثه تكفى بوقت تطلع من البيت الحين تصلي ركعتين وتدعوا لي اني بكره ما اطلع ركعتين وركعه وتدعوا له تكفى. عزيز حي ذا الطاري والله اني اقوله صادق مرحبا يا ابو محمد باخذ لك وبرجع انفرد هنا لحالي خمس دقائق. استعجل يا سلطان ابو كذا كذا انفتح الباب ما انفتح يا ربي خله دقيقه يا الربع الباب ما هم انفتح يا اعداد اذا تشوفون افتحوا لنا الباب اذا تشوفون يا الربع اللي عنده اقتراحات شيء يكتب لي ويرسله. اي والله فقرات في البرنامج ادري اني مقصر والله اني مقصر والله اني ما ادري وش ف معاني يا زهر يقوم في صوت في صوت يا الربع طلعتك من السماعه دقيقه شكلي دقيقه هذا في صوت في صوت حتى الجوال ثبت الجوال يعلمك حطه ورا في صوت غريب غريب محمد عيسى الحقوني يا عيال افتحوا لنا الباب يا عداد حط الجوال تعال ابو عيسى الحقوني نزل جوال تعال والله ان عرض منهم عيني نفسهم الملح تعال بهاج تعال بطيح انتبه حط سلطان في النص حط سلطان في النص نوم عيني يا سهوم المنايا نوم عيني نوم عيني يا سهوم المنايا نوم عيني نوم عيني يا سهوم المنايا نوم عيني نوم عيني يا سهوم المنايا أربعة منا عن أربع قبائل والولد منا عن أربع ميل جعلكم تسلمون الله يبيض وجيهكم لا 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 هذا مقالب ولا عليكم زود جعلني إن شاء الله أمثلهم خير تمثيل كيف يشاورك حط ميوت الله يبيض وجيهكم للأمانة الربع والإخوان وكل من يدعم سلطان والله أني أقول صادق أدري أن الجمهور من كل القبائل ومن كل العوائل ومن كل الأعمار ما أدري وش أجازيكم به جعلني إن شاء الله أمثل اللي أنا منهم خير تمثيل جعلني إن شاء الله قد محبتكم وهقوتكم أبا منكم الدعوة الطيبة الدعوة الطيبة الدعوة الطيبة والدعم لو بالكلام الطيب ونشر الأثر الطيب هذا والله أنه الهدف واللي جينا له تستاهل والله تستاهل الطيب. في واحد يقول الذائقة الشعرية والله العظيم اني من الناس اللي نسيت الابيات اللي حفظها لكن يقول تغلب كيفك لو تصير المحبة غلة لكن لا تساوم من يحبك على قدره توريني دروب المفارق وانا ما دل مثل من يورونه قبل موتته قبره ترايا الفقير اللي غناته بكلمة ذل تسامى وهو لو جات فيها دفن فقره. هذا مسعود من شعفول هذا حماده حماده علو اسمعوا قصص عمر الخطاب ابشر بالسعد ابشر بالسعد كم باقي يا رجيم الوقت باقي خلاص بكلم هالي وصلنا 19,000 يا مرحبا ترى ونعم ونعم يا عبد الله مرحبا مليون استو استو بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم ها هذول العيال عبد الله محمد مسعود حماده الله يشغل بدون ما تقرا
الشهراني فبروفة المسرح. لا 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 تقرا لا تقرأ. احبك يا حماده اسكت هذا الشهر تستاهل بعد عمري حماده يا الربع ممنوع ان نفتح قسط مع احد المعذره المعذره جدا جعلني كبوس جعلني كاب يا حماده شوف يا ولد يا رب بدون غزل بدون غزل تحرجوني خلاص تستاهل والله تستاهل خلاص خلاص بكلم انا بكلم الله يبيك انا طلاق ما عليك زود ما عليك زود ما عليك زود الرجال ذا خلكم عنده العظيم انكم ما تندمون الله بس الله يخليك يا ابو محمد طول اقول اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا وسهلا فيكم تشرفنا فيكم اليوم وفي بث المطلق ذا ما عليك زود يعني ما بكيكم ما عليكم زود وسلموا على ارواحكم يا بلاد والله الله في صلاتكم والله الله في عيالكم وشيبانكم طيب ارحب يا مسالم ارحب مليون ارحب جمهورك من قطر يا مسعود مرحبا مسالم اي يستاهل حماده يسلمون عليك سلام طلعت من البروفه بس ابغى اطلع معكم اشارككم وبس ونعم ونعم في الجميع يا ربع تخلوا لي دقيقتين بكلم اهلي انا اقدر اكلم ما ما والله لكل لا ما اتكلم والله لكلمهم لا لا ابي اعطيك 9 دقائق عندك 9 دقائق كلم والله لكلم والله ما اتكلم عطى 5 دقائق خلي محمد عيسى الحقوني يجي قريب مردق شوي يا ماني فاضي نزل الجو نزل ارض الجو خل الجو ارض الجو محمد شديد ارح اسامة لا تطفر واحد دواني دعم وش ديد قلب الراحة هو اسامة طفر قلب الراحة حرم ما عدت القشعر ايه الحصان اليوم الله يوفقنا وياكم يطول عماركم مرحبا مرحبا ترحيب بعاج والله انك تستاهل القوة بعاج اللي قال بعاج ان شاء الله ينحض حسام تستاهلون يا ربع حسابات التواصل عنوها هنا سيروا عليه لا, لا تقول اسمه برنامج لا تقول اسمه صار والطير الازرق لا تقول مسعود شيله بسرعه شيله بسرعه سلموني لو يقطعون البث سلموا لي على اللي غبت عنه غاب عني وطال الغياب الله وعيا الغيبه المتعمده يدري وندري عن اسبابها 4 مليون اجا ما يبون ما يبون ما يبون شيله مني اباضه اذا اقدر اكلم اهلي سوي بالكاميرا كذا شوف الاعداد بالله ان شاء الله تقدر من الثمان دقائق ذي ان شاء الله تقدر تكفى يا باض ارفع الجوال ما اقدر ما تبون شله من حماده دقيقه على خشبي دوره في التقديم ابشروا الايام الجايه مجهزها سياف حالتي تركي السلام عليكم ارحب انا انا بمشي يا ابو ما شاء الله الله يمسيكم والله العظيم ما بقول لكم عندنا ضربات يا عيال باخذ دقيقتين بس الله يمسيكم بالخير سياف ترى قبل يسلمون عليك والله انا مسلم عليك سلامات تستاهل تستاهل يا بكلم سي على بكلم بكلم يا ريجي والله مع بهات خليني اتكلم بكلم اهلي يا ريجي اظهر والله لك خلاص يا انتهى انتهى اسمع شوك يا ربع انا بقفل والله لك سريتك اسمع اي بقفل البث خلاص نبدا لا لازم خلاص خلاص باقي 7 دقائق شويه بس بدخل معهم مداخله روح اسمع ها انا برجد الباب واي واحد يجي من الاداره بحاول اني اتهرج طقه برجد الاداره طقه خلاص اي اكسره خش البرطاري كيف لا ادري ما عاد فيك ما ادري 7 دقائق يقولوا معلق يلا يعلم خير البث معلق ولا لا بثي معلق بثي معلق وخر عنك زين البث البث زين ولا لا طيب من عمان مرحبا ترحيب المطر احمد والعيال عندهم بروفات للامانه رسالتي لكم شكرا ادعوا لنا سامحونا ان قصرنا دلونا ان اقترحتوا علينا في شيء ولا اي شيء للامانه انا ودي اسال بس اكلم اهلي ليه طيب رصيدي يا بابا تكوى طيب ادخل السناب وش ذا الحصانة؟ إيه؟ أبشر بالفعاليات أبشر بفقرة القصص اليوم بنكملها إن شاء الله عندي الفقرة اللي هي كل أسبوع قصة
تكون قصة بعد لمدة 10 دقائق وقصة جميلة جدا أحبها. إن شاء الله أنها تكون بعد بأسلوبي أنه يرقى للقصة ويحاكيها بالشكل الطيب. فعاليات عقب الصبح وبشروا بالسعد قصص إن شاء الله بعد فيه فقرة قصص بدوية وقديمة بتكون على العصرية عصريات، لكن اللي بعد الصبح بتكون قصة غير، وإن شاء الله عن أكثر موضوع، مرة عن أثر، مرة عن تضحية، مرة عن حب، مرة عن غلا، مرة عن مغزى، مرة إسلامية، من هالقصص النوعية، مرة عن حكمة قديمة تغيرت. وبالنسبة للدورات الأيام الجاية مجهز دورة إن شاء الله في التقديم، بس ودنا أنها تظهر في موعد ممتاز ومناسب. شكرا لكم، استاذنكم واستودعكم الله. كم باقي؟ 5 دقائق. أدخل السناب؟ ما بدخل، شوي بلف بس برصيدي. طيب بابا مشخصنها معي أنت؟ مشخصنها؟ أسلم عليكم، أسلم على أخواني وأهلي وكل اللي يقربوا اللي يعرقوا فيني، أبوي وأمي وأخواني والعائلة كلهم. الله يسلمكم من كل شر ويطول عمركم. كم باقي؟ 4 دقائق. شكرا للداعمين، شكرا ل ما ادري ايش اقول. ضيفوا الحساب ولا تقصرون، ادعموا الهاشتاج، ادعموا كل شيء فيه مصلحه لسلطان الاخويا. اكتبوا اقتراحاتكم بشكل سريع، ملاحظاتكم ابى اشوفها واستفيد منها باذن الله. الله يكتب لنا وياكم اللي فيه الخير. يا الربع اللي يتصل، اللي يتصل في كلمه اتصالاتك، لان البث جالس يعلق. الله يسامحك. طيب بإذن اللي ما تنام عينه قصص إن شاء الله نكثرها. أبشروا بالسعد. آمين. الله يحبكم ويطول أعماركم. على خشمي جمهوركم العراق، مرحبا ومسهلا يا ناس. أنا شفت أثر كبير جدا والله، أني أقوله صادق. وياكم وياكم وياكم، اعذرونا اعذرونا على التقصير. ووجهه كبير، نبي قصص جن. طيب أبشروا يلي تتصل، ما أني برادن عليك. الله يعطيكم العافية، أشكركم للأمانة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. باقي 3 دقائق في أمان الله. شكرا لكل من تابع البث، والله يعطيكم ألف عافية. انت البث. أي والله انت بكلم. خذ راحتك. أي والله. انا ابغى افتح بس بتكلم اهلك ولا وش؟ اي يعني اطلع. اي يلا يا شباب، يلا مع السلامه. يلا سلمي سلمي عليهم. الله يعطيكم العافية كل من حضر البث، أشكركم. شكرا لكل من دعمني، والله يبيض وجيهكم، جعلني إن شاء الله ما خلا منكم. ونوعدكم نوعدكم بالشيء الطيب جدا جدا جدا. دقيقة ونص شو أقول فيها؟ المشاعر أكبر من الكلام. تكاتفكم ودعمكم حمل حملتوني إياه، بإذن الله أني قده ولا راح أقصر معكم في أي شيء. عقبال إن شاء الله ما نختم البرنامج على خير، ونقدم الشيء اللي فيه خير وطيب. والله اني قبل كل شيء اقدمه على شاشة التلفزيون خاصة، اني اتخيل نفسي مشاهد
واتابع الشيء اللي اقدمه، اذا كان يرضيني قدمته، ما يرضيني ما اقدمه. وهذا يمكن الشيء اللي اخرني في بعض المبادرات وبعض الامور، حتى القصص والسوالف وتصرفاتي بنسبه 80% دايم. والكلام ذا اول مره اقوله، اتخيل نفسي متابع واشوف اذا كان يليق بي الشيء هذا كمتابع قدمته، ما يليق فيني ولا يضيف لي شيء ما اقدمه. وسلامتكم. ايش اسوي يا باضه؟ حط الجوال ولا وش؟ الله. طيب طيب طيب. المفتاح ضيعته. لا لا لقيت لقيت. استودعه الله الذي لا تضيع ودائعه. افتحوا لي الباب. طيب الباب مقفل. تفتحوا لي الباب. طيب ارجع اخذ الجوال. دقيقه، في النور وين؟ طفوا النور. اسمع، باخذ الجوال، ما حد بيدري. وش اللي علني البث؟ تم. بيض الله وجهك. الكلام ندلل مال القلب فيه طلابه. البلا في الكلمه اللي من دوافع ضيعه. الله ودك ان الغالي اللي حاسبين حسابه ما يزل الزله اللي ما لها ترقيع. الله اكبر. ما يزل الزله اللي ما لها ترقيع. سلام كبير. كلام دب. مسي عليه بالخير مسعود من شعهول. وسبعين ونعم ونعم. أيوة والله سالم. لا لا ابو علي ونعم. والله اللي ونعم. ببو علي وبو سالم. ما عليكم سلام استاذ. هذا شيء مفروغ منه. الله يحفظك. الله يحفظك. ما عاد في وجه الارض المستديره طراح. طراح. الناس وش الحياه اللي تحبون؟ من حظي ردي ومضيع الاتجاه ولا اني اشوف حاجه ما تشوفون. يا سلام. دائم تقولون قدامي يا حلوه الحياه، انا ما اعرف الحياه اللي تقولون. الا هل يا سلام. يقول على درب تبعهم مقفين ما لي درب. وانا ما يوجه لا سكبته ولا بعته. احب الرفيق الصامل اللي كلامه ذرب، ارحب لي اجاني ولا راح ودعته. انا اجعل الرد اللي يكره الطيبين بذرب، انا ارتاح لا شفت الصوادي في موجهته. يود انا مشكلة عندي في الذاكرة يا ولد. بيوت قديمة قد تغربت تغريبة، اشتقت الربعي. اي والله عاد كنت في منطقه سابقا كلها ربعي كلهم يعني. وين الله لونا؟ ديار الروقه كلهم الروق. عاد اشتقت لهم واقول انا تراني غريب الدار والمغترب مغفى موقه. سلام. دايم وانا في طريق المار اسل لي العمر واسوقه وانشد هالدار والزوار عينت وحده من الروق. الله يجعل ربعي طوال اعمار ويا ليت الايام ملحوقه. ونعم مالك زود. يجعل ربعي طوال اعمار ويا ليت الايام ملحوقه وانا ادري ان الزمن دوار ما يعطي الواحد حقوقه. سلام. لو كنت حر سليل احرار ومجود النعم بسبوقه تجتاح سرب الهموم امرار صدري من الضيق وتعوقه. ولو كنت شاعر من الشعار ومتعب الناس بطروقه لا صفقوا حالها المنهار ما صح لو صح منطوقه تنقلت بيته من اللي صار واللي من ايام يدوقه ما في روقي يعيش بخير في دير تم بهروقه. الله اكبر. سلام. ما في روقي يعيش بخير في دير تم بهروقه. يا سلام. الله اللي ونعم. مالك زود. الله الله. أيام يا رجل. متى عرسك؟ توش؟ عندك؟ كم بقى على الأذان؟ يحول خمس دقائق. كم 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 متى عرسك؟ عرسي أنا. الله يحييك. بعدك أنت. أنت تقول ميدي أمس الصباح تقول إنه عقب كم متى؟ عقب أربع شهور ست شهور. إيه تقول حوله. كان عندي عرس عزمك أنت. بدون ما تعزمني انا بجيك. الله يحييك. بدون ما تعزمني. لا راس تبشر. بدون ما تعزمني أبشر. انا بجيك. اجاتني بكلمتك يا ابو الورد. لا والله امزح معك. انا خلاص اهدا. معاملتنا لها شهرين وش جاها؟ يوم تنقص بها يوم تزودها. كلمها
الموجة على جات من غالي إذا تهذف من أجلك فداها قلت عليها أعتبيها صدقني ضحى عريس عشانك صرح صرح هو من عزم الرجال صرح تصريح تصريح مهم أبا عريس وأبا عزم الرجال هذا خلاص وحن عريس عشانه وش يسوي ولا يزعل علي أبو مدى بك أبديك أنت ضحك الفاغر يا الله يا ربي أنت 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 ما تدرون هنا أنا علم أرقد اللي على قصيد وشحنه وقصايد لين تنزل دوية وأنت استنجت والله ريالة عالي بعد البث طريقة ريالة عالي والله لو نطلع بريالتين اللي تحت البث شفت لا قلت ميد نايف السلام عليكم قال على السلام وضحكت ضحكنا ما تدرون هي كلمة طبيعية بس ما تدرون وش وراها عندك فقرة قبل الصلاة قال عاد فكون يا رب دول مبادرة تعبنا نفسيا رجي فقرة قسم بالله العظيم أنا ما صارت مبادرة هني مسرح عندنا مسرحية والعيال بعد حين باقي ما سوينا شيء حين باقي ما سوينا تعب والله تعب بس ما قصرت تأخروا بعد هنا تدري شو يقول كل ما جرب نعجل منه قال اصبر 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 راحت حبلة من مسد تدري شو يقول يقول الزلة اللي ضيقت صدري وانا صدري وسيع من واحدة من واحدة ما كنت متوقع علي الزلها هديتها لو ما يهم منها قل شرهاتي يضيع لكن هجت من قريب والدروب الدلها الدلها نويت اني اعديها لكن القلب عيا لا يطيع وادور المخرج لها واحلها واملها ولقيت حل اني اعديها ولو ما استطيع وعلمه اني رضيت بها وهو يفطلها مودي ما قصدي يحسب الزلات الراس الشجيع ما قصدي يكسر رياجيل ولا ذلها لكن عشان افهمه ترى راسي راس الرفيع ما كل زله جاتني بقول ميده خلها الاوله والثانيه والثالثه بالدب ريع والرابعه بعرف علومها دقها من جلها من جلها والخامسه والله العرضها على الخط السريع لسدنا حفاظي في كل ليله الله يا سلام صح لسان شاعرها يا سلام الله ابن هندي قصيد ما هو هنا ثامر وعبد الله ونايف الحزيمي يسب ها بيسب بيقول شيء راح معجزة ما مبادرة يود مبادرة ريجي كثرت مبادرة كثرت نفطحلكم اشكروني بالشكل لله بعد عيسى الحقوني بعد ابوي عيسى الحقوني الله يذكره بالخير التائب الى الله الحين خلاص الحين بدا يمشي مبادرات متى شوف بيض الله بيض الله وجهه وعلم غالب ما قلت لي شيء التايب لا لي بس تنقص منه ولا لي بيض الله وجهه ومطيب من الرجال اللي صح غلطه انا اشهد الرجل يخطي ولط السيل لما كبر عيسى الحقوني وعفي وعلوم وعلى على قول ايوه على قول مسعود جل من لا يخطي نعم جل من لا يخطي وبشركم ان لحقنا في خلال في غضون 24 ساعه سلط الله عليه ولحقنا وش بك يا مدير ايش خاطرك اخوك الرجال ذا ما والله ما هو معجبني والله ايش العيد ما معجبك ها اكيد جايبين العيد لا صدق لا يومين مدة 3 ايام ليه اكيد انه جايبين العيد خارج النطاق الرجال ولا هو بثامر اللي اعرف صراحه رغم انه يضحك مي لكن ما هو بثامر اللي اعرف ايش يقول ذاك اللي يقول فيني من الضيق شيء ما تحسونه ايه ايش يقول بيت حق سواليف ما ادري يا كل الاسرار ما ادري تسل الله توبي وانا تبت والتوبه هي الشوال مش الضيق يا ابو مدير ان شاء الله ربي يخلي سبيل من الجهل الله اللي نجاب ظلام العمر موجود تبغى الخرج لا خرج روح بروح ليلة مرة تبغى الخرج شهر بلحي ارحب استخنا اليوم يمدي تحت البسيطة ولكن التوبة يا كل الاسرار تذن يا كل الاسرار ما ادري تسل الله توبي وانا تبت والتوبه هي التوبه توبي وخلي سبيلي من اتجه لله اللي نجا من ظلام العمر بيجوف كم ليله تم مره تحت الرفرف لو ما رحمها الله دي تحت البسيطه وكنا التوبه انا بواحد يدن عشان اصلي اللي بيدن منكم ما انا وانا بصلي فهمت ما ادري اقول ما ادري واحد ريان رين شتوي يمكن واحد من ريان بس ندن ها ريان مرتبهم ظننتي تدن اذن انت اي في اشياء ما اقدر اقولها انا اوكي في كلام ما اقدر اقولها والله ما ادري اول انت عم قصدي ما اقدر لازم تحت الرحلة عشان اجيب يعرفون الناس صح ولا لا جميل انا شايف فوق الرفرف ما يدري واحد ينزل ولا شيء لا لا اذن انت ها
المنذر يقول في المسرحية تحت في الستيج أطلق. الله يتوب عنا يا رب. والله انت صليف تنقجت في ذا البرنامج. ما اتبهج. اي بغيت اقول ما ادري. تعال يا صراحة يا حسين.